مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من لقاء خاص. انا محدثكم جمال الشريف على كنار تي في صوت العرب من كندا. اليوم سنستشف جمال الشعر، سنشعر به شعورا كما تشعر به شاعرتنا الصغيره. اليوم سيكون لنا لقاء خاص، ليس لانه مع شخصيه صغيره او سيده ما زالت في ريعان شبابها، لأنه يفوح علينا من غزة، غزة الصمود، غزة الشموخ، غزة هاشم. اليوم سنرى هؤلاء الأشبال الذين رأيناهم دائما يقاومون بالكلمة بالحجر، يقاومون بكل ما يملكون، بصمودهم، بوجودهم. تحية لكل أهل غزة ولكل أطفالنا في هذا المكان. أنا أقول منهم نتعلم الكثير، منهم نتعلم الصمود، منهم نتعلم الشموخ، منهم نتعلم الكلمة. الشعر شيء جميل وإلقاؤه أجمل. قد يكون الشخص شاعر ولكن لا يعرف الإلقاء. اليوم سنتكلم عن هذه الموهبة مع الشاعرة شهد طارق أبو شرخ. أهلا وسهلا فيك يا شهد. أهلا وسهلا فيك عمو، شكرا لاستضافتك لي. شكرا إليك. أول إشي شاهد، عرف الجمهور مين أنت؟ أنا شاهد طارق أحمد أبو شرخ، عمري 16 سنة، من فلسطين غزة العزة. يا عيني عليك. أي صف أنت يا شاهد؟ أنا تانية ثانوي. ما شاء الله، يعني قربتي توصل إلى الجامعة. لا توجيه، مش للجامعة. يعني بعد التوجيه إن شاء الله. هل في نية لدراسة شيء معين؟ هل بتحبي إشي تدرسيه ولا ما عندك لسه؟ حلمي أدرس، يعني أخش في الدكتوراه، أكون دكتورة أسنان. دكتورة أسنان زيي يعني. إن شاء الله، الله يوفقك يا رب وتوصل إلى حلمك وتصيري بأعلى المراتب. طيب إن شاء احكي لي الله. شوية عن موهبتك يا شهد. أنا كان في إلي موهبة الإلقاء وأنا في الصف الخامس، كانت ماما وبابا بدعموني، وأختي حلا اللي هي مثلي شاعرة فلسطينية، وكانوا أصدقائي اللي بعرفهم واللي ما بعرفهم يدعموني، وكان في فريق شمس الإبداع إلي دور كبير بدعم موهبتي في الإلقاء، وكان بوصل موهبتي للناس عن طريق حضور أمسيات شعرية كان إلي دور هناك إني ألقي الشعر فيها. شمس الإلقاء، احكي لنا عن هدول، هل هي مؤسسة، هل هي جمعية، هل هي شيء طلابي؟ فريق شمس الإبداع يعني في هناك ممثلين رؤساء للاتحاد، شعراء مثلي بس على أكبر، كانوا بدعموا الموهبين، هذا الفريق بدعم الموهبين الشعراء سواء كان شاعر أو شاعرة، وموهبتهم بوصلوها للناس عن طريق حضور أمسيات شعرية، عمل مبادرات أمسيات شعرية كذلك. كم أمسية شعرية شاركتي؟ أنا لحتى الآن 5 شاركت معهم بأمسيات شعرية، وكان في إلي أدوار هناك أشارك معهم فيها. هل في شعراء آخرين حكوا لك إنه شعرك كويس أو إلقائك كويس أو انتقدوا إلقائك؟ نعم، كانوا ينتقدوني ويشجعوني ويحفزوني، عمو فهد الكفارنة وعمو محسن شاهين، كلهم طبعا هدول شعراء، وخالته خلود معروف، وعمو أحمد البسيوني اللي هو رئيس هذا الفريق. حلو حلو. طيب انت هوايتك إلقاء الشعر، هل حاولتي تكتبي شعر؟ هو أنا قاعدة بحاول، بس طبعاً لازم أقرأ العديد من الكتب علشان أتثقف وأعرف معلومات حتى أتمكن من الكتابة، وبإذن الله بحاول يعني قدر المستطاع إني أكتب شعر هيك مميز. أنا شفت لك برضو بعض الأدعية، أنت بتقرأي أدعية، فهل نعم نعم، كان في أدعية لك بصوتك الحلو هذا؟ حلو كتير، حلو حلو ممتاز. هل الأدعية كانت بس مطرة معينة خلال رمضان مثلا، ولا عادة أنت بتسوي هذا الشيء؟ أنا عادة بمساعدة الماما طبعا، اعتمدت على نفسي وبمساعدة الماما
كنت يعني أحاول أعمل فيديوهات تحفيزية أو تعليمية لمدرستي، وسموني بالمديرة الصغيرة حول ما شافوا إني بعمل فيديوهات تعليمية، وكان من ضمنها إني بحكي أدعية هيك يوم الجمعة مثلاً. المديرة الصغيرة عجبني. إخوتي المشاهدين، قبل ما نكمل بس أعتذر منكم عن اللاج اللي موجود عند شهد. طبعا أهل غزة يعانون مشاكل كبيرة في التواصل، الكهرباء عندهم تأتي فقط 3 4 ساعات في اليوم، يمكن هلا سمعت زودوها شوي، مش كل الناس عندها كهرباء 24 ساعة. أيضا الإنترنت عندهم هذا أحسن حال، فأعذروا شهد وأعذروا أهلنا في غزة، إن شاء الله ربنا يسهل لهم أفضل طرق للتواصل. طيب، حكيتي لي في كثير ناس بدعموك، المدرسة هل في لها دعم؟ طبعا مديرتي ومعلماتي وصديقاتي كلهم بدعموني وبشجعوني وبيحاولوا أنهم يوصلوا موهبتي قدر المستطاع للناس حتى طيب يشاهدوها. شاهد، انت بتقعدي مع صحباتك هيك، يعني تكوني انت وصحباتك مثلا قعدات، هل بطلبوا منك تلقي شعر ولا بتحكوا عن شغلات تانية؟ نلقي شعر بيننا، يعني مثلا قالوا لي ألقي، مثلا أنا ألقيت لماما الشعر، وكان اني يعني انهم بدهم اياني اني اعيد لهم الشعر، فيوميتها القيتها لهم كمان مره، عجبهم الشعر هذا. شو رأيك تسمعينا شغلة عن ماما؟ حاضر. سالوني اتعشقها، قلت بجنون، قالوا جميله هي، قلت اكثر مما تتصورون، قالوا اين هي، قلت في القلب وبين الجفون، قالوا ما اسمها، قلت أمي جميلتي، ومن سواها تستحق أن تكون. أنت يا ماما إحساس ظريف، وهمس لطيف، وشعور نازف بدمع جارف، أنت جمال إبداع، أنت خيال إمتاع، أنت يا ماما جوهرة مصونة ولؤلؤة مكنونة، وأنا بحبك كتير يا ماما. الله يحفظ لك إياها يا رب، الله يحفظ لك إياها، ما شاء الله عليك، عندك طريقة الإلقاء وصوتك، النبرة تبعت صوتك جميلة جدا. أنا مش شاعر ولكن شعرت باللي بتحكي فيه ووصلني، أتوقع إنه جميع المشاهدين أيضا وصل لهم هذا الإحساس اللي داخلك. يعني الشعر شكرا كما لك. قلنا هو ليس فقط كتابة، ولكن طريقة الإلقاء وإيصال المشاعر هذا شيء مهم. متى بدأت يا شهد بهذا الموضوع؟ في إيش؟ في إلقاء بالإلقاء. الشعر؟ نعم. ومن أنا بدأت من أنا والصف الخامس، كان في عندي موهبة، وقلت لك إنه عائلتي نمت لي إياها، الماما والبابا. وكان كيف نمت لي إياها؟ إني أعمل فيديوهات، أبي في بيتي شعر وأصور فيه وأنزله على الفيسبوك وعلى القناة اللي في اليوتيوب، أنا وأختي شهد أند هلا برو اسمها، وعلى الانستا، يعني على مواقع التواصل الاجتماعي. ومنها بدأت الناس يعني تتعرف عليا، وكان من الناس فريق شمس الإبداع اللي هو وصل موهبتي وأخذها ليوصلها للناس. طيب شاهد، احكي للناس أسماء مواقع التواصل تبعتك عشان يقدروا يدعموك. أنا بطلب من الجميع يروحوا يدعموا هاي الشاعرة الصغيرة وأختها، يحاولوا يعملوا سبسكرايب لقناتهم أو فولو وريفر. احكي لي إياهم، الفيسبوك تبعك اسم الفيسبوك تبع شهد طارق باللغة واضح، العربية، اليوتيوب واسم اليوتيوب فتحتها هذه القناة أنا وأخوتي، وهذا المحتوى ترفيهي اسمها شهد أند هلا برو، بدأت فيها جديد. عينا دعم، بدنا دعم يا جماعة. الانستا الإنستا اسم قناتي شهد أند هلا برو، وإلي إنستا تانية شاهد طارق باللغة الإنجليزية. عيني عليك. طيب ماما وبابا، انت دائما بتحكي ماما وبابا دعموني، ماما وبابا هل إلهم بالشعر؟ هل بحبوا الشعر؟ نعم، طبعا ما دام هما بدعموني، ماما كتير بتحب تقرأ كتب يعني، فأنا طالع لها، وأنا وأختي
يعني إلنا موهبة فماما وبابا بنموا لنا إياها. أختك شو اسمها؟ أختي اسمها حلا، الشاعرة حلا. حلا طارق. قديش عمرها حلا؟ حلا عمرها 12 سنة. أصغر منك يعني. آه بتحب تكتب شعر ولا بتحب برضو تلقي شعر؟ أنا وياها بنحاول قدر المستطاع إنه نكتب، بس إحنا هلقيتها ماما إنه بتقول لنا لازم نقرأ كتب، فإحنا قاعدين بنقرأ كتب علشان نتثقف ونقدر نستطيع إنه نكتب. آخر كتاب قرأتيه إيش هو يا شهد؟ آخر إيش؟ أو كتاب أنت بتقرأي فيه الآن؟ مستويات السبع. احكي لنا شوي عنه، شو هذا الكتاب؟ هذا بيعرفك انه كيف انت مثلا تكون كاتب، او يعني في معلومات كثير مفيدة، يعني مثلا كيف انك تكون كاتب مثقف، بيحكي لك عن أدعية، عن كل اشي. هذا الكتاب PDF انا خاله قال لي عنه اني يعني انزله عن طريق PDF وبدخل عليه وبقدر اني اقرأ منه. طب وبحب أقرأ روايات، كرواية أرض زيكولا. اوكي حلو. مين كاتب ارض زيكولا؟ مين الكاتب تعرفي؟ لا بس أنا بعرف هي كأحداث مسلسل، يعني زي كأنك أنت قاعد بتحضر مسلسل. حلو هذه حلو، أرض زيكولا رائعة هذا جدا، بنم، في منها جزئين، حلو كثير، الجزء الأول والجزء الثاني. بنمي مواهبك. طيب هل بتقرأي شعر قديم، شعر جاهلي؟ نعم، هل بتقرأي شعر قديم، شعر من العرب القديم، ولا كل شعرك جديد؟ لا أنا كل شعر جديد، بس في إلي كلمات لا يعني وطننا فلسطين. حلو كثير، حلو كثير. بتحبي تسمعينا أنا شغلة؟ هذه يلا. الكلمات طبعا كتبتها الكاتبة سحر جويلس، واسمها أنا القدس الأبية. أنا القدس الأبية، طلتي بهية وهامتي كوفية، أنا ابنة غزة أقولها بفخر وعزة، أنا ابنة الخليل صابرة على الجراح والأنين، أنا جبل جرزيم وعبال، أنا جبال الجليل، أنا عنقود تدلى من كرم الأشاوس، أنا ورد تفتح من حقول بسام، أنا بحر يافا وبرتقال حيفا، أنا سور عكا، أنا اللد والرملة، أنا كلي فلسطين الحبيبة، أنا كلي فلسطين الحبيبة. يا عيني عليكي، ما شاء الله ما شاء الله، شيء جميل ورائع. أنا كثير معجب بطريقة إلقائك مرة ثانية. حابين نسمع إذا عندك إشي أكثر. أنا عارف أنت يمكن مش محضرة لنا، لكن إذا عندك أي إشي في البال أو في النوتة احكي لي عشان نسمعه. إيش الصعوبات اللي بتواجهوها في غزة؟ أنت كشاعرة أو ملقية شعر، إيش بتواجهي الصعوبات في غزة؟ العائق الوحيد اللي احنا عندنا في غزة انه الاحتلال المحتل، هو العائق الوحيد اللي عندنا. طب يعني ايش يعني، ايش بوقفكم، ايش بيسوي لكم الاحتلال؟ بيمنعنا من السفر، والاقتصاد سيء جدا عندنا، يعني في كل شيء صعب، طريقة انك تسافر صعبة، الاقتصاد سيء جدا، بقتل أطفالنا الأبرياء اللي ما إلهم أساسا دم. شاهد، انت ولدتي تقريبا اي بداية الحصار. شو رأيك في موضوع الحصار على غزة؟ الحصار لا يعجبني طبعا، لأنه هو محتل غاصب، مغتصب جاي على بلادنا، وهو اللي يعني حصرها من كل النواحي، بقتل أطفالنا الأبرياء والنساء ورجالنا، وعلى أمل إنه ربنا يبعد عنا هذا المحتل ونتحرر منه ونرجع على بلادنا واللي هي بلدتي، بلدة المجدل.
يا عيني يا بنت المجدل، الله يحفظ لك يا رب، الله يحفظك. طيب إن شاء شو الله. ايه ايش ايش الاهم اهم شيء ممكن تريه في اطفال غزة؟ يعني اطفال غزة اطفال مفروض يعيشوا زيهم زي غيرهم من اطفال العالم، يعيشوا بامان وسلام وسلم، يقدروا يستطيعوا انه يلعبوا بالشارع زي ما بدهم يلعبوا في الحدائق، لكن أتوقع أنه أطفال غزة عندهم مشاكل أخرى غير أطفال العالم، لو تحكي لنا شوية. أطفال غزة هم أطفال أبرياء، لازم يعيشوا بسلام، إنه كل شيء يتوفر لهم من ناحية التعليم، من ناحية اللعب، الرفاهية. وأنا وحلا عملنا مبادرة اسمها بسمة حياتك، واللي هي كانت من بعد الحرب، كان هدفها إنه ننشر الفرحة والبسمة على وجوه أطفالنا، يعني إنه نخليهم نفسيا يكونوا مرتاحين. احكي لي اللي أكثر من عن هاي ضمن المبادرة، احكي لي أكثر عنها. هذه المبادرة اقترحتها أختي حلا، وأنا وماما نميناها يعني، واعتقدنا إنها فكرة مناسبة وكتير حلوة. كانت هذه الفكرة اسمها مبادرة بسمة حياتك، سميناها طبعا. كان المحتوى تبعها إنه ننشر الفرحة والبسمة على وجوه أطفال غزة، حلو. ونزلنا الفيديو على قناتنا شهد أند هلا برو، على صفحتي الشخصية الفيسبوك شهد طارق، يعني اللي بده يشاهد أو يشوف كيف. أنا عم بحاول. طيب كم طفل شارك بهاي المبادرة؟ إيه، في أطفال كتير، إحنا عملناها على مرحلتين. إيه، أوكي مرحلة كانت مع أطفال أخذناهم رحلة، أوكي والمرحلة الثانية كانت في الروضة، رحنا على الروضة وكان في عدد كبير هناك من الأطفال وأخذناهم وفرحناهم. حلو. أختك أنا شايف في صور رسومات عندك على الفيسبوك، هل في رسمات ترسم نعم، أختي؟ هل ترسم رسم ولا ما في؟ آه، تحب حالة ترسم؟ أختي كانت، لا، أخويا محمود هو يعني عنده هواية الرسم، أما أختي حلا لا، هي رسمت للأطفال بس ما أعتقد إنه عندها موهبة الرسم، أخي محمود هو اللي عنده. وبحب يرسم كويس محمود، عيلة فنية ما شاء الله انتم. آه، هو عنده موهبة الرسم من هو قديش عمره؟ وصغير. قديش عمره نعم، هو؟ قديش عمره 11 اخوك؟ سنة، ما 11 شاء الله سنة. ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظ لك امك وابوك اللي بنموا هيك مواهب. طبعا يا جماعة اطفال غزة من اكثر الاطفال في العالم اللي بيعانوا PTSD او صدمات ما بعد الحروب، حسب دراسة قامت بها جامعة أوكسفورد وجامعة هارفارد مع بعض. وفي هاي الدراسة أثبتت أنه حوالي 80% من أطفال غزة للأسف يعانون من البي تي اس دي، وهو الصدمات ما بعد الحروب، اللي هي في حالة نفسية بتكون صعبة جدا لكثير من الأشخاص. طبعا بيحاولوا الأطفال يرفهوا عن أنفسهم بطرق أو بأخرى، الفن، الرسم، الغناء، ولكن للأسف عدم توفر الإمكانيات هذا دائما بيجعل الموضوع أصعب وأصعب. يمكن شهد اختار الطريق سهل، ويمكن كثير منهم اختاروا طرق أسهل، لأنه أحيانا مثلا الرسم بده ألوان معينة، بده أوراق معينة، بده كانفاس، بده شغلات زي هيك، وهذا صعب الحصول عليه في قطاع غزة للأسف. شهد أنا كثير معجب بالموضوع، هل في منافسات بتصير في غزة مثلا، مسابقات عن الموضوع، إلقاء الشعر، وفي جوائز؟ في عملوا فريق شمس الإبداع مسابقة وحصلت أنا على المركز الثالث، ويوميتها كرموني، ما شاء نزلت الله. على صفحتي الشخصية. طب هل حاولتي، هل اجتك دعوة من خارج غزة تطلعي ولا ما اجت؟ نعم، من خارج غزة تطلعي على الضفة، تطلعي على الأردن، تطلعي على مصر، هل إجتك دعوات ولا ما إجت؟ هو إذا توفرت الإمكانيات يعني وأجتني دعوات بسافر. أوكي. هل السفر سهل ولا صعب من غزة؟ صعب جدا، هو العائق الوحيد اللي عندنا المحتل اللي هو إنه الخروج والدخول من قطاع غزة.
صحيح؟ الخروج والدخول للقطاع. وين أنت عايشة في غزة؟ في أي مدينة؟ جباليا البلد. جباليا. أنتو في الشمال يعني، شمال غزة. شمال غزة. يا عيني يا عيني، شو أحلى إشي بتحبيه في غزة؟ إنها أهل صامدة رغم الحصار، إنها بتكون أهل صامدة متمسكين متوحدين. بس حابة أحكي كلمة للمحتل بدي أوجهها. تفضلي. أحكي؟ أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي، عبثا تحاول لا فناء لثائر، أنا كالقيامة ذات يوم آت. يا عين، إن شاء الله بتضلك دائما شامخة، وأهل غزة شامخون. طيب، مدام وجهت رسالة للمحتل، رسالتك للعالم، للعالم الحر، للناس اللي بيسمعوك الآن. أنا بقول إنه إحنا أهل غزة أهل صامدة وشامخة رغم الحصار، وإنه إن شاء الله ربنا يحرر هالبلد وإنه يبعد عنا هذا المحتل الغاصب، وبإذن الله سوف نرجع لأراضينا آمين يا رب. ونتحرر. طيب، رسالتك لأطفال العالم. رسالتي لأطفال العالم، أنا بحب كتير الأطفال، أساساً أطفال غزة أطفال بريئين، إيه؟ وبحب أطفال العالم كمان، أبحب ضحك الطفل كمان إني أراها على وجوههم، ورغم المحتال إحنا بنحاول قدر المستطاع إنه نشوف الفرحة على وجوه أطفالنا. يا رب يفرحكم. شهد، قبل فترة حصل عدوان على قطاع غزة وقتل عدد كبير من الأطفال. هل كان العدوان قريب من منزلك أم كان بعيد؟ طبعا كان قريب جدا، اساسا لو استمر الحصار يعني الحرب استمرت لكم من يوم لهلقيت احنا كنا ميتين. يا كان الله. كتير قوي الحرب، كانت اقوى حرب اساسا اشوفها انا. الله يعينكم. تتلعثم الكلمات عندما تسمع هذا من شابة في مقتبل العمر تنظر إلى مستقبل بريء مثلها مثل غيرها، ولكن أجبرتها الظروف أن تكون داخل هذا القطاع المحتل والمحاصر منذ أكثر من 14 عاماً. نتمنى لجميع أطفال غزة وأبطال غزة وشباب غزة وأهل غزة أن يعيشوا حياة طبيعية. إحنا مش طالبين إنهم نعيشهم في مكان، لا، يعيشوا حياة طبيعية زيهم زي غيرهم. الأطفال يروحوا على المدارس، يعملوا مواهب خاصة فيهم. هل هناك صعوبات في تنمية المواهب في القطاع؟ نعم، هل هناك صعوبات في تنمية المواهب بشكل عام يعني؟ هو الدعم المادي يعني، أو هما أنا الكل بدعمني يعني، بشجعوني بحفزوني بخلوني إني أستمر قدر المستطاع. أنت شطورة ما شاء الله عليك، وإن شاء الله نتمنى لك كل الخير والتوفيق. صراحة أنا سعدت جدا باللقاء معك. بعرفش إذا في عندك شيء تسمعين إياه كمان، ولا خلصت القصائد اللي محضراها؟ في عندي كلمة بدي أوجهها إلك، إلي؟ أوكي، تفضلي. كلمة وحقولها قدام الكل. عمو جميل زي الفل، بلسم شافي لما يطل بيعطي، استغفر، بلسم شافي لما يطل، بدعم المواهب وما بمل. يا عيني شكرا عليك، لك كثير عمو. شكرا لك يا حبيبتي الغالية الشاعرة البطلة شهد. الله يوفقك، وربنا يوقف معك ويوقف مع أطفال قطاع غزة، وإن شاء الله نراكم على أعلى مستويات، طبيبة أسنان كما تتمنين وشاعرة أيضا في مجال الأدب. أنا طبعا من منبري هذا أوجه رسالة للعالم أن ينظر بدناش نحكي عين الشفقة، ولكن عين الإنسانية، أن يعطي أطفال غزة
حقهم، وشباب غزة حقهم في الحياة الطبيعية، أن يعطيهم حقهم الإنساني. للأسف حقوق الأطفال في كل العالم محفوظة إلا في هذا القطاع المحاصر. هذا جزء بسيط من كنار تي في لدعم هذه المواهب، قد تكون للكثيرين صغيرة، ولكنها بالنسبة لي وبالنسبة للكثيرين هي أكبر من جبال إيفرست، أطول من عمالقة الجبال. نتمنى لكم كل الخير. شكرا لك يا شاعرتنا شاهد، وإن شاء الله نراك في كندا قريبا يا رب. شكرا لك عمة. حياتي، السلام عليكم، ونتمنى لكم كل الخير. وعليكم السلام.